على خاطر صحتك أغلى معنا، وعلى خاطر في الحياة فهم نمنو بالعلم وبأصحاب الاختصاص. هذاك علاش نحطوا على ذمتكم سويعتين كاملين يهتموا بصحتنا. في السويعة الأولى عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية، آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية، وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسألوه ديريكتمون على وضعياتكم. لجميع الاستشارات الطبية تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية. ملا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من العشرة نص نهار على الحياة فام في سانتي 5.0. صحتك بالدنيا. رجل لحياة فم إذاعة القيروان الصحة، مرحبا بالناس اللي التحقت بنا في الاستماع على البوند فم 93. كل المسائل اللي تهم الصحة متاعكم والصحة بمفهومها الشامل من توا حتى نص نهار في مختلف الفقرات في سانتي 5.0. الصديقة كالصحة لا تعرف قيمتها إلا إذا خسرتها تتسويت السماغ. سماغ في السماغ اليوم مش نحكي على مختلف الأخبار الصحية. بداية بوزير الصحة ليستعرض نجاعة البرنامج الوطني لمكافحة السيدة، معها تعزيز التعاون كان هو محور لقاء وزير الصحة بمدير عام منظمة الصحة العالمية. نمشي بكم الأوروبا لتستعد لعملية شراء جماعية للقاحات جدري القردة، ونمشي بكم للسنغال وين تم إقالة وزير الصحة بعد وفاة 11 رضيع في حريق بمستشفى. مختلف الأخبار اللي باش نتناولوها اليوم في حصتنا سانتي 5.0 من توا حتى النص نهار. سينو في ساعتنا الثانية في زوم سانتي باش نحكي لكم على الاعتصام اللي قدم وحدة الإنعاش اللي مازالت مكتملتش في مستشفى ابن الجزار. باش يكون حاضر معنا الناشط بالمجتمع المدني وعضو تنسيقية تويلو سبيتار سمير فيلة، باش يحكينا بأكثر تفاصيل على الاعتصام هذا. سينو باش ناخذ مختلف الأطراف عبر الهاتف نحكيه بأكثر تفاصيل وعليش تأخرت الأشغال اللي كانت من المفترض ومن المفروض كونها تنتهي موفى 2019، 5 سنوات من الانتظار. نشوفوا أسباب الانتظار هذية كل سواء مع أحد المسؤولين وإلا مع سمير فيلة عضو تنسيقية وينيس بيتر وإلا عضو وناشط بالمجتمع المدني. تليفوناتكم على 70-35-120 إذا كانت حابوا تدخلوا معنا في الموضوع هذية ووضعية المستشفى بصفة عامة، وضعية مستشفى ابن الجزار وإلى مستشفى الأغالبة في ولاية القيروان. تشكية المواطنين نجم نستقبلوها، وإذا كان عندكم ما تتحدثوا في الموضوع مرحبا بتليفوناتكم على 70-35-120. مرحبا بأحمد المخلوفي في الأخراج تقني الحصة، سينو أحمد الشفار اللي مأمن لكم ديجيتال. احنا مازلنا وصلنا معكم المشوار برشا مزيكا نحاولوا ننسوكم من نسي كل، نقول لكم ما تبدوش الموجة. مالي منصوري كوتي ميكرو تقول لكم انتم في الاستماع لراديو الحياة فم إذاعة القيروان بالصحة. سانتي 5.0 37 دقيقة بعد العشرة. هذا أفنقول الموسيقى اللي تستنى فيكم بعد بشوية نجوى كرم في سانتي 5.0. سانتي 5.0 كيف العادة آخر المستجدات على الساحة الوطنية والعالمية فيما يخص الوضع الصحي في كودنف. كودنف سانتي جديد في الأخبار الصحية. بداية بتعزيز التعاون هو محور لقاء وزير الصحة بمدير عام منظمة الصحة العالمية، وين تقدم وزير الصحة لمنظمة الصحة العالمية بالشكر لدعم المنظمة لتونس خلال جائحة كوفيد 19 والاختيار تونس من بين الدول الإفريقية الستة اللي باش تستفيد من نقل تكنولوجيا الحمض الريبي لتصنيع التلقيح. كان أكد علي المرابط التزام تونس باعتماد آلية دولية في الإطار هذا من الجوائح الصحية التأهب لها والتفكير بمبادرة رئيس الجمهورية مع عدد من القادة العالميين بالدعوة لإعدادها استجابة لما يشهده العالم من تحديات خاصة في المجال الصحي. كنت حاث خاصة طيلة 3 سنوات الأخيرة. من جهته كان أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن تقديره لدعم بلادنا لترشحه لولاية ثانية على رأس المنظمة، مشيد بالتطور الملحوظ اللي بيشهده النظام السياسي الصحي التونسي و
وما تتمتع به بلادنا من كفاءات طبية، الشيء اللي باش يعاونها على تجاوز تبعات جائحة كوفيد 19. وكان مثل اللقاء مناسبة لدرس سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، خاصة في مجال الأمراض غير السارية، وتشكيل مجموعة ضم دول المغرب العربي في إطار منظمة الصحة العالمية. نواصلوا في نفس الأخبار ومع وزير الصحة اللي في نفس الإطار كان استعرض نجاعة البرنامج الوطني لمكافحة السيدة، وقت اللي أشار علي المرابط خلال اللقاء اللي كان متاع جمعية الصحة العالمية المنتظمة بجنيف، كان أشار إلى الوضعية الوبائية في مجال مكافحة السيدة بالبلاد التونسية وإلى نجاعة البرنامج الوطني لمكافحة فيروس السيدة، وذلك بالتعاون مع جميع الأطراف المتداخلة، مثمن الدعم المتواصل لبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة السيدة. في الإطار هذا كان وجه وزير الصحة دعوة لويني بيانيما لحضور فعاليات المنتدى الدولي لفيروس نقص المناعة المكتسبة والأمراض المنقولة جنسيا بإفريقيا، واللي باش تستضيفه تونس. وتجدر الإشارة إلى أنه وينو بيانيما كانت عبرت على مواصلة دعم البلاد التونسية في المجال هذا، وهذا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. مواصل معكم أخبار من نمشيو من وزير الصحة التونسي علي المرابط، نمشيو بكم الأوروبا لتستعد لعمليات شراء جماعية للقاحات جدري للقردة، وقت اللي قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية في مجال الصحة ستيفيان ديكريس مايكل أن الهيئة الأوروبية للاستجابة للطوارئ الصحية باش تعمل مع الدول الأعضاء والشركات المصنعة باش يشريوا اللقاحات والعلاجات لجدري القردة. لكن أضاف أنه باش يتم تحديد الإجراءات الدقيقة مع الدول الأعضاء خاصة في الأيام القليلة القادمة. كانت إسبانيا هي اللي أبديت النية متاحة للحصول على لقاحي إنفانيكس وتيكوفيرمات المضادين للفيروسات من خلال عملية شراء جماعية للاتحاد الأوروبي. إنفانيكس اللي ينتج مختبر بافاريو نورديك هو لقاح من الجيل الثالث، لقاح حي غير متكرر، وهو ما هوش متكاثر في جسم الإنسان، خاصة حاصل على رخصة الاستعمال في أوروبا منذ سنة 2013 ومضاد للجدري عند البالغين. كان بلغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس جدري القردة في أنحاء العالم تقريبا إلى حد هذه اللحظة 219 حالة، تتركز معظمها في قارة أوروبا اللي كانت سجلت 191 حالة، بينها 818 حالة في دول الاتحاد الأوروبي فقط. كانت سجلت معظم الإصابات سجلت معظم الإصابات في ثلاث دول أوروبية، هي المملكة المتحدة وين رصدت أولى حالات الإصابة غير المعتادة في مطلع ماي اللي كانوا تقريبا 71 حالة، وإسبانيا 51 حالة، البرتغال 37 حالة وفق المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها. نذكركم مصدر المقال هذا هي سكاي نيوز. من أوروبا نمشي بكم لدولة إفريقية، نمشي بكم للسنغال وين تم إقالة وزير الصحة بعد وفاة 11 رضيع في حريق للمستشفى. كانت قالت الرئاسة السنغالية في بيان لها أنه أو أصدرت مرسوم أنه عين بموجبه الدكتور ماري خميس نغوم نداي وزيرا للصحة والعمل الاجتماعي بدلا من عبد الله ذيوف سرا. وزير الصحة الجديد كان حين تعيينها تشغل منصب المديرة العامة للصحة العامة. كان سألوها على الإعلان ذي اللي كان تم انهار الأربعاء بعد الفاجعة مقدما تعازي متاعو لعائلة الضحايا. قال الرئيس في تغريدة على تويتر: لقد تبلغت لتوي ببالغ الأسى والفزع بأن 11 رضيع قضوا في حريق في قسم حديثي الولادة في المستشفى العمومي في مدينة تيفواني في غرب البلاد، وأثرت المأساة هذه خاصة غضب عارم في السنغال، وسلطت مجددا الضوء على الوضع المزري للقطاع الصحي في هذا البلد وإلى مختلف البلدان الأخرى اللي احنا نجم نشهد مثل هالحوادث. هذا أعلن الرئيس السنغالي الحداد الوطني لمدة 3 أيام في الإطار هذا حزنا على 11 رضيع، وقرر اختصار زيارته إلى الخارج والعودة إلى بلده هكيك باش يتمكن من زيارة مدينة تيفواني نهار السبت. وأعلنت السلطات في الإطار هذا فتح تحقيق في الكارثة في حين تعهد القضاء إصدار أحكام صارمة في هذه القضية، ونفى رئيس البلدية الاتهامات اللي كانت وجهت للمستشفى بأن الأطفال كانوا متروكين من
غير حتى رقابة وقت اللي وقعت الكارثة هذه، كارثة الحريق، وساهمت في موت 11 رضيع. والسلطات السنغالية اتخذت القرار بإقالة وزير الصحة بعد حديثة الوفاة. وهكذا نكون كمان معكم كودنف. كودنف ساتي مازال نواصل معكم المشوار حتى نص نهار. مختلف الدراسات العلمية اللي تنجم تهم الصحة متاعكم محور حديثنا بعد بشوية. سينو نذكركم في ساعتنا الثانية في زوم سنتي باش نحكي لكم على اهتصام داخل مبنى الإنعاش الطبي مستشفى ابن الجزار. الانتظار مدة 5 سنوات منذ سنة 2017، من المفروض كانت تنطلق الأشغال وتنتهي على أقصى تقدير في موفى 2019، لكن هذا مازال ما صارش. هذا اللي باش نعرفوه بأكثر تفاصيل معنا رسمي باسم تنسيقية وين وسبيتار والنشط بالمجتمع المدني سمير فيلا. نعرف أكثر تفاصيل على الاعتصام هذا، وين وصلت المفاوضات في هذا الموضوع. خليكم برونشي على 93 مزدا مصلين معكم المشوار حتى نص نهار. سنتي 5.0 معكم مشوار في سنتي 5.0. سنتي 5.0 سنتي 5.0. كيف العادة مختلف الدراسات العلمية اللي تهم الصحة متاعكم تفيد في شيفر سنتي. شيفر سنتي في شيفر سنتي لليوم مش نحكي لكم على دراسة طبية حديثة وصلت إلى طريقة نجم من خلالها تتفاداو إصابة بحساسية البيض. كيف نعرفوا برشا ناس نجم تعاني من حساسية من برشا مكونات غذائية. اليوم حيرنا كونا مش نحكي لكم على البيض. وفق الباحثين في جامعة بوفالو الأمريكية في نيويورك، فإنه إطعام الأطفال البيض في سن مبكرة ينجم يقللهم من خطر الإصابة بحساسية البيض، خاصة في مراحل عمرية لاحقة. ودراسة الباحثون بيانت أكثر عن حالة 2200 طفل منذ الولادة متاحهم وحتى بلوغ 5 سنين، وين اطلعوا على عاداتهم الغذائية وحساسيتهم تجاه البيض. لقات الدراسة هذه اللي كانت نشرت نتائجها في موقع بحوث الحساسية الغذائية أن نسبة 0.6% من المشاركين في الأبحاث كانوا أبلغوا عن حساسية البيض عند صغيرات متاحهم اللي كانوا في العمر متاع عام. وكان أفاد الباحثين أن الصغيرات المصابين بحساسية البيض من العمر عام حتى 6 سنين كانوا كلاو العظم هذية في أقل من عمر بين 5 و6 سنوات وإلا 7 و10 أشهر من غير المصابين بهذا النوع من حساسية. كانت نقلت وكالة UBI للأنباء عن رئيس الباحثين شيزونغ وين تعليقه على الدراسة، وين قال حساسية البيض تعتبر هي ثاني أكثر أنواع الحساسية الغذائية شيوعا في جميع أنحاء العالم. وقال اللي الأدلة الحالية تشير إلى الإدخال المبكر للبيض في الماكلة متاع الصغيرات متاعهم مطعوم بإطعام متكرر يبدو وقائي ضد تطور حساسية البيض. وما زالوا هما يدرسوا في التوقيت الأمثل لإدخال البيض في نظام الرضع الغذائي وتواتر الأغذية. ذيك علاش جينيرالمون ديما ننصحوا الصغيرات حتى من ناحية التغذية متاعهم. فمش كون يقول لك نبدأ الصغيرات نوكلهم من عمر 4 شهور وإلا من عمر 6 شهور، ديما نقولوا احنا الأمر هذا يرجع للطبيب المباشر متاع الصغير متاعك وهكيك يعرف خطر سلون الوزن متاعه. ديما يقول لك يدخلوا زيدا كيف الماكلة ماذا بيك في عمر معين، وتبدأ تدخل الماكلة بشوية بشوية باش تشوف أنا هي الماكلة اللي عنده حساسية منها. وديما الفارق متاع الوقت بين نوع أكل ونوع أكل آخر يكون على الأقل 3 أيام بشكيكة. إذا كان فما ردة فعل باش تعملها لصغيرك في الماكلة اللي يأكل فيها تكون أنت اكتشفت هذيك، خطر الحساسية راهي حاجة معناها نجم ونتعديه، لكن يعتبر أمر خطير خطر نجم تكون المنجرات على الحساسية هذه تنجم تكون خطيرة على الصحة متاعكم. إذا كان ما عرفتوش السبب الرئيسي للحساسية منين جات، اليوم كان موضوعنا هو حساسية البيض، سيسوا رواحكم وسيسوا صغيراتكم. وكان هذا شيفر سنتي. شيفر سنتي مازلنا مواصلين معكم حتى النص نهار في مختلف الفقرات. ساعتنا الثانية زوم سنتي، اليوم مش نحكي لكم على اعتصام داخل مبنى الانعاش الطبي بمستشفى ابن الجزار بالقيروان. الانتظار مدة 5 سنوات بعد ما قروا مجموعة من المواطنين منذ يوم أول أمس القيام بالاعتصام هذا. مش نحكيه بأكثر تفاصيل باش يكون ضيفنا الناشط بالمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم التنسيقية وين وسبيتار. مش نحكي لكم على الموضوع هذا سمير فيلا،
هو ضيفنا. تليفوناتكم على 70 035 120 وإلى 77 288 289. خليكم برانشي على 90.3 FM. سونتي 5.0 رجل حياة فمي ذاعة القاهرة وين لصحة مزنا موصلين معكم المشوار حتى نص نهار في سنتي 5.0 سنتي 5.0 كل عادة مختلف المشاغل اللي تنجم تهم المواطنين خاصة على المستوى الصحي. تتسويت في زوم سنتي. زوم سنتي اعتصام داخل مبنى الانعاش الطبي بمستشفى ابن الجزار القيروان، تقريبا الانتظار مدة 5 سنوات بعد ما قروا مجموعة من المواطنين القيام بالاعتصام هذا منذ يوم اول امس. هذاك علاش حاضر معنا الناطق الرسمي باسم تنسيقية وينو سبيتار والناشط بالمجتمع المدني سمير فيلا. مرحبا بك على موجود راجل حدث. تحياتي لمستمعي حياة فهم الكل. دونك تنسيقية تاوين والسبيتار، كيف العادة المشاغل اللي تهم المواطنين خاصة كيف نحكيه سمير على المستوى الصحي اللي هو تقريبا من قبل المستوى الصحي الحاجة الصحية اللي تهم المواطن هي الشغل الشاغل اللي كفت المواطنين، فما بالك خاصة بعد جائحة كوفيد 3 سنوات الأخيرة ونعرف الوضعية اللي عانت منها ولاية القيروان في الجائحة متاع الكورونا من نقص في المعدات من نقص في الأدوية آلة الأكسجين، وكانت أثر عليها بشكل كبير بالنسبة لولاية القيروان. زيدا كيف مواصلين احنا تنسيقية وينو سبيتار ديما كل ما حاجة تهم الشأن الصحي نلقاوها ديما موجودة منذ اللي كان من المفروض انطلاق المستشفى سلفين اللي كان المفروض يكون في ولاية القيروان، مازلنا لحد هذه اللحظة اتحطت الحجرة وإلا ما اتحطتش، هذا اللي مازلنا ما نعرفوش، جست عايننا المكان وقف غادي. لكن اليوم خلينا نحكيوا على معضلة ما أهم اللي هي محور الاعتصام متاعكم فيما يخص وحدة الانعاش الطبي اللي تفتقر لها مستشفيات ولاية القيروان. حب نقول للقراوة اللي تقريبا نحن الولاية الوحيدة في الجمهورية اللي ما عندناش انعاش طبي. الانعاش الطبي راهو حاجة ضرورية جدا 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 لصحة المواطن القيروان، وراهو إذا بسطنا الأمور أو كل واحد يدخل عنده مشكلة متاع كريز متاع سكر كريز متاع غلظ دم متاع قلب ما ينجمش يرقد في الانعاش بجنب مريض عامل اكسيدون ولا محروق ولا صارت له مشكلة أخرى. كل واحد وطبيعة العلاج متاعه وطبيعة الغرفة اللي يزم يكون فيها. نحن الولاية الوحيدة اللي في برشا حوايج نحن الوحيدين لما حالة في السيء بالطبيعة. نحب نقول حاجة اللي راهو الانعاش الطبي هذا المبنى هذا تبنية انطلقت الأشغال عام 2017، مفروض تقعد 480 يوم البلاك التو معلقة متاع الأشغال ورا ما صار فيه حتى شيء. ما ثميش مبرر يخلي بناية تقعد 5 سنوات ما تتبنيش، ما ثم حتى مبرر. مهما جبت لي مبررات متاع الدنيا الكل، المبرر الوحيد اللي نلقاه لك قولي راه ثم عجز متاع مسؤولين باش ينجزوا كل مشروع هذاك. ما عدا ما ثم حتى شيء يخليك غير قادر باش تبني حاجة مهمة وأساسية في البلاد هذه. القروان راهي تعاني، القروان راهي يوميا راهو عندنا مستشفى جامعي توا كنت تحكي عليه متاع سلمان ابن عبد العزيز الملك سلمان اللي هو عنده أكثر من 5 سنوات نفس الشيء، وكل مرة يطلعونا بدات كل مرة يطلعونا بحكاية متاع دراسة دراسة دراسة، وراهو هاك مش تسمعوا ممكن تتصلوا بالمسؤولين ولا إذا اتصلتوا بهم. نحن دخلنا في اعتصام البارح مش تبدأوا تسمعوا في الليدات ما عادي معناها تو موضة جديدة ولا لا تهنا راهو في ظرف 3 شهور أخرين مش يكون كل شيء حاضر ولا شيء سيتغير ولا شيء جديد، بما أنه نفس المسؤولين ونفس الوجوه هي اللي قاعدة تدير في الشأن القيروان. نحن لهنا رانا اعتصمنا ومعنا تنسيقية ونسبيتار ومعنا الأخيان الكل وبارك الله فيهم يعطيهم ألف صحة اللي ضحاوا واللي قاعدين نهار كامل في المبنى هذا اللي هو قاعد في طول الإنجاز. لا لشيء باش نلفتوا الانتباه، يودي كان ثم عنده مقاول فلوس ناقصة يتفضل كملوا هيلو، كان عندكم مشكلة في ماء في ضوء في تعديد ديكابل ما تلقليش حتى مبرر للموضوع. راو مهم جدا 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 العيش طبي نفس الأهمية متاع سكانير في الأغالب. هما ثلاثة مطالب وثلاثة محاور مهمين جدا نخدموا عليهم. الأول هو مستشفى الملك سلمان، الثاني
سكانير في مستشفى لغالبة، راه مش معقول واحد يعمل اكسيدون بعد ما يطلع عليه الطبيب وبعد ما يتفقدوا يبعثوا 5 كيلومتر لابنه جزار باش يعمل سكانير. راي الولايه في المره هذه مش في الجمهوريه، اللي سكانير في شيره والانعاش والقاعة العمليات في شيره، نحن الوحيدين في العالم. راي ما تتعملش في حتى بلاصه في العالم وانت يقع قاعة عمليات وانت تلقى قاعة عمليات وانت تلقى قاعة انعاش تلقى معها سكانير. نحن الولايه الوحيده في العالم عندنا الخاصيه ذي انه يركبوه. عندي صديق مازال كي توفى اخوه عمل اكسيدون، هزوا للغالبه قالوا له كل ساعتين يعمل سكانير، يهزوا للغالبه بعد ساعتين يرجعوه، بعد ساعتين لين في ثالث مره رابع مره وقعت الحادثه وتوفى الله يرحمه. نحن راهو لهنا نطالبوا باش الوضعيه تتحسن. الوضعيه راهو سكانير في الغالبه مهم جدا جدا جدا، وسنواصل المطالبه به كما سنواصل المطالبه بالمستشفى تاع الملك سلمان. فوالا سمير، هو اكيد انتم في مفاوضات ديما كمجتمع مدني وكناطق رسمي انت بتنسيقيه وين سبيتار، تحركات احتجاجيه مستمره في الاطار هذايا بهدف اصلاح الوضع الصحي في ولايه القيروان، وهو الهدف الرئيسي نتاع حتى التنسيقيه والا حتى نشطاء المجتمع المدني ككل. ديما اكيد انتم تكونوا في مفاوضات مع سلطه الاشراف، بدايه بالولايه نمشيو للاداره الجهويه للتجهيز، كيف الإدارة الجهوية للصحة اللي هو اليوم الدكتور محمد الحاج المدير الجهوي للصحة بالقيروان، كنت حدث في الإطار ذي مع زميلنا الحي من مجبلي صباح وقال راهو هي صحيح إدارة جهوية للصحة راهي تعتبر كمتابعة للمشاريع هذه، أما ديما تقعد هي الحلقة الأضعف في الإطار ذي على خطر الولاية هي المشرف الأول على المشاريع ومن ثم الإدارة الجهوية للتجهيز إذا كان فما تعطيلات، هما يعني تقعد كسلطة إشراف كسلطة متابعة للأمر هذا. أنتم في تحدث كما مع السلطة المعنية شنو تكون الإجابة؟ أسباب هذا نورمال ممكن من المفروض منذ سنة 2017 485 يوم مع مازلت إلى حد الآن محطوطة اللوحة متاع المشروع هذا، كلفة المشروع للمهندسين والمقاولين المشرفين، لكن نلقاو مازال ما فماش حتى التطور في الموضوع هذا، شنو تكون الإجابة منه؟ والله تعقيب ساعة على كلام سي مام، الحلقة الأضعف رأي القروان والحلقة الأضعف هم المواطنين في القيروان اللي قاعدين يعانيوا واللي قاعدين يقاسيوا واللي قاعدين يوميا ما بين المستشفيات العمومية اللي هي تفتقد الأبسط الضروريات باش تكون مستشفى. الحلقة الأضعف ديما يقعد المواطن القيروان. في تواصلنا مع المسؤولين هو ديجا قال رأي الإشكالية تمشي للولاية والولاية يقول لك التجهيز والتجهيز، يعني راني كمواطن قيرواني لا تعنيني هذه الأمور، هي الإدارية لا تعنيني، أنت انطلقت في مشروع ضروري وحياتي بالنسبة لي، شكون مسؤول عليه؟ يعني شخصيا نحمل المسؤولية الوالي مباشرة، السيد الوالي بما أنه هو المشرف الأول على هالولاية هذه وهو الرئيس المباشر لجميع المندوبين الجهويين الكل على بكرة أبيهم، هو الرئيس المباشر نتاعهم وبالتالي متابعة تاع المشاريع هذه. أخزر إذا دخلنا في إشكالية اليوم غدوه وهو المسؤول مش نياني المسؤول وذاك المسؤول وذاك، اي هات نصلحوا احنا اعطينا شنو هو السبب الرئيسي ونبنيه منه شنو. احنا رانا ضغطنا ايجابي ديما، راني نعاود راهو الضغط نتاعنا ايجابي باش تتحرك الدوسيات الراقده، راهو باش المسؤول يسال شنو هي اذا عنده علم يحرك، اذا ما عندوش علم يسال شنو هي الحكايه. نحن ضغطنا ايجابي وسنواصل الضغط الايجابي، نسكروا بكياسات لن نضرب ولا نعملوا اعتصامات سلمية مجرد أنه نلفتوا بها بالانتباه بتاع المسؤولين. يا مسؤول راه عندك بنية عندها 5 سنين ما تلقى ليش مبرر، ما عنديش مبرر، اعطيني حلول شنية، اعطيني حل عايش خويا وقتاش تحضر هذية ويلزمك تكون عند كلمتك، خاطر راه تعودنا في القروان الله غالب منذ سنوات أنه الوعود تخالف الواقع. الوعود بتاع المسؤولين اللي يعطيك كل واحد واحد امتياه وكل واحد شنيش يقول له كل واحد لكن في الاخر كل جيت تلقى الواقع ما يتغير منه حتى شيء. نحن نعود ونقول رو ضغطنا ايجابي، ضغطنا باش نطالبوا المسؤولين باش يحسنوا الوضع بتاع القراوة. القيروان راهي تعاني منذ سنوات، ما تنتهميش من سنوات، كنقول سنوات راهو مش جديد علينا، راهو يلزم القراوة تعرف اللي راهي سبيتار بمفهوم مستشفى معناها محترم ما عندناش، راهو هذاك بنته فرنسا هذاك بنو جزار والاخر وتير ردوا سبيتار، ما باش بنت لنا مؤسسه معناها صحيه حتى كبنيه تحتيه بالنسبه للمستشفيات ماهيش قاعه تحويل نزل الى مستشفى، ما الاخر بنته فرنسا، وبالتالي
القروان بحاجة أكيدة جدا لمستشفى الملك سلمان وبحاجة أكيدة جدا حاليا توا إلى مبنى الإنعاش الطبي باش نجم نطور روحه، وحاجة أكيدة جدا الإسكانير في مستشفى بنو جزار. من ضمن المطالب زي ذاك شفنا حاضرين عائلة البنية رنيم الكنيسي حاضرين معكم في الاعتصام هذه اللي نعرفه هي كانت صارت لها مضاعفة دخلت على مرض السكري ارتفاع حاد في على مستوى السكري امتاحة في الدم ودونك تعرضت للجرثومة هذه انفكسيون نوزوكوميال واللي ساهمت بعد في الوفاة امتاحة. إن شاء الله ربي يرحمها وإن شاء الله ربي يصبر عائلتها في الإطار هذا. هو أكيد كان تم فتح بحث في الإطار هذا وين وصلتهم على حسب معناه منعرف العائلة ما همش حابين يصرحوا العائلة إعلاميا، أما أنتم كانوا شطاء في المجتمع المدني أكيد عندكم دراية بالوضعية متاع العائلة وين وصل الملف متاعها على الأقل إلى حد ما. نجمو كان نتعاطفوا ما نجمو كان نكونوا متعاطفين جدا جدا مع عائلة جوهر الكنيسي، من هنا نوجه له تحية ونوجه تحية لعائلته الكل ونقول ربي صبرهم إن شاء الله رنيم في الجنة، ونقول للوضع اللي عاشته رنيم ربما خاطر جوهر معروف في القروان ولعب كرة قدم قديم والناس معناها عرفت وتعاطفت مع وضعيته مع بنته اللي عمرها 17 سنة رنيم الله يرحمها. ربما الوضعية هذه رأي يوميا في القيروان ما نقولش ثم أموات، رأي ثم وضعيات كارثية، وضعيات ما تجمش ديما تحكي عليها على خاطر ثم ناس تتعدى لغالب تحمل وتتعدى وتسكت وثم. ما بالنسبة للرنيم دخلت لها تركها في السكر طلع لها شوية السكر دخلت تركها. نرجع لموضوعنا الأصلي اللي هو الإنعاش الطبي. المفروض راي رنيم دخلت المركز الإنعاش الطبي اللي هو ما عناش دخلت للمركز قعدت 3 أيام وبعد هزوها اللي دخلوها للإنعاش. فك 3 أيام هذوك تحصلت على جرثومه. الجرثومه دي ما نجموش يقاوموها، ما فقوش بها، فقوا بها مؤخر الله يرحمها لكلها اسباب باش الناس تعرف اللي راهو الوضع مش كما تتصوروا، راهو الوضع ما يصيرش كل الاخرين. يعني راني ديما نعاود نقولها للقراوه، راهو والله يقدر الله بعد عليكم البلية والله لا يقدر عليكم الناس كل راي راك نجم تكون شاقق الكياس لك مشكله، فالمشكله هذيك مش ترى العجب مش ترى قسم العظام كيفاش يخدم وقسم الدم كيفاش يخدم ما تقعد بيه. رانا نحن نطالبوا بتحسين الوضع للناس الكل، رانا نطالبوا للاجيال القادمه للناس اللي عايشه توا واللي مش تعيش من بعد، مش كان للاجيال القادمه فقط راهو حتى اللي عايش توا من حقه انه صح، والصحه راهي حق دستوري في الهنا الدستور، وبالتالي راهو من حقنا ومن حق الدوله علينا ان يتوفر لنا مرفق صحي يليق بالمواطن القيرواني. أكيد هذه هي من أهم المطالب. إحنا تو شيخ مش نواصل نحكي المشوار خاصة على وحدة الإنعاش الطبي، هو معناها الوحدات ناقصين ككل. حتى كي حكينا على رنيم الكنيسي اللي رقدت في قسم السكري هو ما يعتبرش قسم سكري على اعتبار إحنا نفتقروا القسم الغدد والأمراض الباطنية في ولاية القيروان يرقدوا في الميدسين انتيرن، دونك الكل ما همش نفس المرضى، ونعرفوا الأقسام هذوما ديما تعتبر حساسة وكيفية التعامل مع المرضى. مازلنا إحنا واصلين مش نحكيوا بأكثر تفاصيل في موضوع هذي على وضعية الأقسام في مستشفيات ابن الجزار ومستشفى الغاربة في ولاية القيروان والافتقار لكل المرافق الصحية اللي من المفروض تكون متوفرة، وأبسط حقوق العيش هي الصحة اللي يكفلها الدستور التونسي. خليكم برانشي على 93. نذكركم ضيفنا سمير فيلا الناطق الرسمي باسم تنسيقية وينوس فيتار وناشط بالمجتمع المدني. كل المشاكل الصحية اللي تنجم تهم المواطن التونسي وخاصة يلوج على سبل العيش السليم والصحة هي من أولى الأولويات وحق دستوري يكفل هنا الدستور. نحكيه على اعتصام داخل مبنى الإنعاش الطبي بمستشفى ابن الجزار القيروان، الانتظار تقريبا وصل 5 سنوات في الإطار هذا. هذيك علاش كما قلنا لكم قرروا مجموعة من المواطنين الدخول في اعتصام هذا، وعلى خاطر هو من المطالب الأساسية لتنسيقية وينوس بيتار. المطالب الأساسية هي مستشفى الملك سلمين، وحدة السكانير، وزيدة كيف وحدة الإنعاش الطبي. حاضر معنا الناطق الرسمي باسم تنسيقية وينوس بيتار وناشط بالمجتمع المدني سمير فيلة. دونك سمير وحاضر معنا زيد نرحبوا زميلنا حسين اللي التحق بينا. حسين موكا من برخ تفنيك ديريكتومون. مرحبا حسين. مرحبا مريم، مرحبا سي سمير، مرحبا بالعباد اللي اختاروا يتابعونا على 93. كما قلت انت يعني اعتصام لعدد من نشطاء المجتمع المدني بما فيهم تنسيقية وينوس بيتار اللي طالبوا يعني
أحداث قسم الإنعاش، لكن خليني نحكي معك مريم أنه اليوم المدير الجهوي للصحة بالقيروان سي معمر الحاجي كان داخل مع زميلنا رحيم عبد الرحمن المجبري في متنال الحياة، وكان وضح أنه مشروع قسم الإنعاش قرب على الانتهاء، وكان أكد أنه الأطراف تسعى لاستكمال هذا المشروع طبعا وفقا لقوله. هو كان أضاف زيادة كيف أنه أشغال قسم الأطفال أنه قريب توصل للانتهاء، يعني خلال تقريبا 3 أشهر تنتهي كل الأشغال بالنسبة لقسم الأطفال، وبالنسبة لقسم الإنعاش مع تجدات، لكن قال أنه الأشغال على أوشك الانتهاء. على وشك الانتهاء. سمير، هذا اللي كنا تحدثنا فيه قبل بشوية، قلنا احنا معناها ناخذوا ليدات، لكن هل أنه تتفعل الأجيال متاع التواريخ هذية وإلا لي؟ هل أنه مش نقعدوا ديما احنا إذا كان توا على خاطر أنتم قمتوا باعتصام فيما يخص وحدة الإنعاش الطبي بمستشفى ابن الجزار، وخاصة بعد وفاة الطفلة رنيم الكنيسي اللي كمان تعتبر معناها غياب وحدة الإنعاش الطبي اللي من المفروض تكون متوفرة في المستشفى ونفصلها على وحدة الإنعاش الطبي الأخرى اللي يكونوا فما زوز فيما يخص ليزاكسيدون فيما يخص الحروق اكسيتيرا. دونك هنايا لدات ديما نسمعوا بهم. احنا قلنا وتحدثنا بكري رغم معناها ما عنيش تفاصيل قد قدم تاع 3 شهور، لكن قلنا مش نقولوا هل انه من العملي كون نقولوا احنا كنتوما دخلتوا في اعتصام بعد 3 شهور باش سي بون باش يتم طيلة 5 سنوات الاخيره. احنا ما نحبوش ديما نرجعوا بالتوالي، لكن هل انه احنا في حاجه ديما للقيام باعتصام لتفعيل مثل هالمشاريع، والا من المفروض نكونوا احنا على قد الكلمه بتاعنا كما قال السيد المندوب الجهوي الدكتور محمد الحاجي مندوب المدير الجهوي للصحة بالقيروان، كان قال اللي هو معناها الحاجة اللي باش تخلي المشاريع تنجح هو الدقة في الأجيال، وإذا كان عطيت أجل معين لمشروع معين وقتها هنية باش ننهضوا بالدولة وننهضوا بمشاريع الدولة. لو كان جينا في جهة تحترم سكانها وتحترم أهاليها ما تخلينيش حتى نوصل ندخلوا في اعتصام باش تحرك مشروع ريقت. مفروض رك انطلقت في مشروع مفروع تنجزه في وقته، تاخو شوية رطار مش مشكل، اما تاخو 5 سنوات رطار راي ما تنجمش تفسر لي، ما تنجمش تعطيني مبرر مهما كان المبرر سوى انك غير قادر باش تملى البلاصة ديك. نحن نرجع ونقول لك كما قلت لك من الاول، قلت لك جينا في بلاصة تحترم ما يخلينيش ندخل في اعتصام، علاش داخل في اعتصام؟ تو انا نحب نمشي للاعتصام من 7 نتاع الصباح حتى الغدوة 7 نتاع الصباح، واني قاعد فرد بلاصة وانا نحتج وانا واقف وانا قاعد وانا راقد، وانا مفروض راني نشوف في حكايات اخرى في مشاغل اخرى في حوايج تبني بالبلاد هذه باش تقومها باش تزينها باش تردها، باش حوايج حياتيه رياضيه لا تنازل عنها، معناها من مقومات الدوله، مقومات احترام الدوله للمواطنيها انك تعمل له سبيطار يليق به، وانك تعمل له مبنى انعاش طبي. انت جيت قلت باش تبني مبنى انعاش طبي، حتى حد ما ضربك على يديك وقال لك عمل لي دات هذيك، حتى حد ما ضربك على يديك وقال لك بني لي غادي، حتى حد ما قال لك عمل لي هك وحدك، عمل دراستك، عملت اللي لازم وهيك راهو لازم وبارك الله فيك اللي هو لازم، لكن تخليني من بعد 5 سنين ندخل في اعتصام باش تقول لي راهو بعد 3 شهور. نحن اللي دات هذوما راهو استانسنا بهم، نحن في الحركات الاحتجاجيه عندنا ما يقرب 5-6 سنوات. تعودنا على انه اسهل ما يكون انك تخرج وتعطي دات وتسكت بها الرأي العام وتبرد بها الرأي العام هكا وتقول هيا في الدار الغضب خلينا نقولوا متى حتى الشارع الناس المتغشة تقول هيا نحن رانا ديما ندخل في اعتصام مع العلم انه هذا راهو الاعتصام الرابع في الصح، خاطر اعتصمنا في حوايج اخرى، اعتصمنا 4 مرات، اعتصمنا مرتين في مستشفى الغالب، واعتصمنا مره في مندوبية الصحة، وهذه المرة الرابعة اللي نعتصموا فيها ديما كلهم من اجل الصحة، عندنا اعتصامات اخرى في مشاكل اخرى، ما هذه بالنسبه للصحه هذا 4 اعتصام ديما مسمينهم اعتصام الحياه، مسمينه اعتصام الحياه 4 وديجا معلقه هكاك. علاش حياه؟ خاطر من حقي في الحياه نطالب بحوايج باش نعيش، راني مش نطالب. شوف راهو شيء يوجع القلب انه يخليك في عام 2022 لتجري على ناطحات سحاب، لتجري على تي جي في، لتجري على 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 حوايج معناها ترفه لك حياتك وتحسنها لك، يخليك تجري على حوايج حفره في كياس، زون فيرت، سبيطار باش تداوي، يخليك تجري وطلهت على حوايج من البديهيات من مقومات الدوله. ما تنجم تعيش في دوله لما يكون فيها الحوايج هذوما. نحن في 2022 خلونا نجري على الحوايج هذوما. نحن
الاعتصام نتاعنا ديما نخليه مفتوح، معناها ينجم يدوم نهار نهارين ثلاثة أيام أربع أيام، لكن ما نجموش نطول ولا خاطر ما نجموش نطول نظرا للالتزامات المتعدة. واللي أهم هو أنه الفكرة نتاع الاعتصام هو أنه نلفت نظر المسؤول ونحركوا الدوس اللي مخبي في على الأقل سنوي. هذي الهدف الأساسي نتاعنا، أنا نجلبوا الانتباه، نحركوا المياه الراكدة، نعملوا شوية حس هكا، نقولوا يا بيد راهي ثم عندكم مشروع من نوع هذا راهو عنده سنين راكدة، خمس سنين راهو مش شوية، راهو خمس سنين. خاصة هو اللي المجتمع المدني نجم يكون سمير على دراية بالمشاريع هذوما، لكن المواطن القيرواني يكون ما عندوش فكرة شنو هو المشاريع، جوست يقعد يطالب، يمشي المواطن القيرواني يقف يقعد يستنى، ما يلقاش باش يداوي، ما يلقاش الدواء متوفر، ما يلقاش اسكانير باش يصور، وهذا الكل ما يعرفش شنو هو خلفيه وشنو الخفيه نتاع الشيء هذا. دونك انتم على الاقل تحركوا شويه. مواطن القيرواني كي يمشي المستشفى الغالبه هو عمل اكسيدون ولا اي مواطن متعدي من القروان، يقولوا له بعد ما يعملوا له الدياغنوستيك يقولوا برا امشي لابن جزار اعمل سكانير. كل مسافه هذيك الكل بالنسبه للاطباء مسافه خطر، يعني خطر موت. تصور واحد اكسيدونتي مضروب في رقبته يخرجوه، ولا يعني اني راني حضرت على صديق خرجته الطبيبه عنده نزيف، خرجته الطبيبه من بيت العمليه بعد العملية، الدنيا شتية والدنيا باردة، قالت هزوه لابن جزار عم سكانير. قلت كيفاش نهزوه في الحديش تاع الليل نص الليل ورجع عنده نزيف؟ قالت ما عنديش سكانير ويلزمني نشوف النزيف، معناها خاطر نجمش تتكشف ندرا وقف ولا ما وقفش. راهي العملية نتاع هزانه باش لقينا له، خاطر حتى الامبيلونس راه مش متوفرة وقتها. والامبيلونس نذكروا اللي لازم تاخذ اذن من ولاية سوسة باش لازم تاخذ من اذن. راهي اخزر نحن كي اعتصمنا زاد مرة قلنا الادارات الجهوية راهي حق مش مزين. اداراتنا الجهوية لازمها تكون في القروان، راهي القروان ما تنجمش تكون في تبعية إلى درجة أنه كي يصير اكسيدون بحدا ابن الجزار باللي بحدا السيد واحد حشاك ضربته كرهبه ولا صار لوكسيدون غادي يلزم يطلب سوسه بعد ابن الجزار، وبعد عليه باش تخرج من ابن الجزار السمير وتهزه من بعد السيد وتهزه ابن الجزار. معناها ثم مفارقات عجيبه وغريبه في البلاد هذه يلزم تتغير في وقت من الاوقات. المواطن القيرواني كي يمشي باش يعمل سكانير، نرجعوا لحديثنا، ما يعرف السكانير معناها يقول لك حاجه عاديه، مش يمشي نهزه يعمل سكانير، وهي سكانير يلزمها بعد الطبيب بحذا العملية وبحذا الانعاش يلزمها غادي. ما ثماش راهي في بلاد في العالم، نعرف من هذا في العالم ما ثماش سكانير بعيدة. وخزر مشينا وطلبنا التوى عنا أكثر من عام من مشينا وقعدنا وتحدثنا في الموضوع هذا مع المسؤولين، طلبناهم انتم ما تحاولش تقنعني أن الدولة ما عندهاش مليار، راهو مليار كأنك تقول على الموظف كأنك عندك 100 دينار، ما عندكش مليار باش تعملي بيه سكانير. أخويا تعرفش كيفاش؟ أعطيونا بلاصة وين نحطوا سكانير، اللي تكون استراتيجية على الأقل. خلي القراوة نشوفوهم في وضع كي هكا ندري نجموا وحلوا لنا أنتم حساب تابع لوزارة الصحة وتقول القراوة تصب لكم حق الإسكانير. عندنا أكثر من عام ونحن نستنيهم. التو البلاصة ما اختاروها. اختاروها وبعد يمشيوا مجموعة أخرين يقول لك ليه ما تجيش لهنا، وبعد تمشي مجموعة أخرى يقول لك ليه ما تجيش لهنا. والقراوة تعني يوميا راهو يلزمك تمشي وتقعد بحذا بيت العملية في الغالبة باش تشوف اش معناها سكانير ما ثماش، اش معناها ناس قاعدة تموت، ناس اكسيدونتي يجيبوه يجري في كاميون يدخلوه يجري في بلانكار يطل عليه الطبيب يقول لك مرة يزعم له سكانير. راهي وضعية اقسم بالله توجع القلب. ونحن مازلنا راهو نفس الشيء، راهو نحن كما قلت لك الاعتصام نتاعنا ما ينجمش يدوم برشا، نحن ممكن اليوم غدوة نرفعوا الاعتصام. المهم لفت نظر وسنعود في اي وقت ما عندنا حد شيء منعنا. نحن عندنا موعد تو قيدناه اللي هو موعد في اوت ثلاثة. اذا في اوت ما صار حتى شيء سنعود وسنكرر الاعتصام وسيكون اقوى من المره هذه، وسنجمع فيه جميع المنظمات وجميع الناس الغايره واللي تحب على البلاد هذه نجتمعوا، وان شاء الله قريبا باش نعملوا ندوه صحفيه مش نوريو فيها برشا حوايج، مش نحكيو فيها برشا خور صاير في القروان. ونحب هنا نداء لأهل القيروان الكل والصحفيها والغيرين عليها، راهو بكم انتوما صوتنا يوصل، راهو بكم انتوما الوضع يتغير، راهو مش لنا حدنا، رانا يد واحده ما تصفقش. نحب نشكر كل بشر وكل انسان قيرواني كتب كلمه خير وشجع وقال يعطيكم الصحه.
وبارك الله فيكم انتم كإذاعة حياة، والف شكر حسين. في دقيقة حسين، هذا أقل من الواجب أنا في أقل من دقيقة. مريم، باب الحقوق والحريات اللي موجود في الدستور التونسي الفصل 38 تحديدا يقول الصحة حق لكل مواطن وتضمن الدولة. تعرف معنى كلمة تضمن الدولة؟ أي الدولة هي اللي تلعب الدور الضامن، يعني كل هذه الحقوق يعني تعتبر حقوق مضمونة. تضمن الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن وتوفر الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحية، وتضمن الدولة العلاج المجاني لفاقدي السند ولذوي الدخل المحدود، وتضمن الحق في التغطية الاجتماعية طبقا لما ينظمه القانون. تصور للعباد اللي يسمع فينا يفهموا يعني الفصل 38 من الدستور التونسي، يعرفوا شو معناها الحق في الصحة وشو معناها أكيد. الحق هذا مضمون. أكيد. مشكور جدا سمير فيلا الناشط بالمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم تنسيقية وين وسبيتار على موضوعنا اليوم. حكينا على النشاط بمختلف الحاجات اللي تنجم تكون نقصة مستشفية ابن الجزار وإلى مستشفى الأغالبة. مشكور جدا زميل حسين الربحي في التنسيق والأعداد للحصة، أحمد المخلوفي في الإخراج التقني للحصة، أحمد الشفار لأمن الكوم الديجيتال في أقل من دقيقة، سيور بن حميدة قراءة في آخر الأخبار المحلية العالمية والجهوية، ماري منصوري كوتي ميكرو. تقول لكم إن شاء الله نتلقاو في مواعيد لاحقة، دمتم في أمان الله. على خاطر صحتك أغلى معنا، وعلى خاطر في الحياة فهم نمنو بالعلم وبأصحاب الاختصاص. هذاك علاش نحطوا على ذمتكم سويعتين كاملين يهتموا بصحتنا. في السويعة الأولى عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية، آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية، وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسألوه ديركتمو على وضعياتكم لجميع الاستشارات الطبية، تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 10:30 نهار على الحياة فام في سونتي 5.0. صحتك بالدنيا.